الاهلي عبد الله عبد السلام يا بابا ونقطه 25 والنادي الاهلي يفوز في البطوله الافريقيه. النادي الاهلي اثبت قدرته وقوته. فرحه ما بعدها فرحه، يلا يا رجاله فرحه. مبروك لجماهير الاهلي ومبروك لاعضاء النادي الاهلي البطوله الافريقيه للكره الطايره. اهلا بيكم مره تانية. طبعا امبارح واول امبارح فرحتنا كانت كبيره جدا وكنا مغرقين الدنيا تهاني لكل فرق الصالات طايره وسله ويد، وطبعا قبلهم فريق الكوره وحسموا للتاهل لنهائي افريقيا. بس احنا عايزين نتكلم النهارده وبالتفصيل عن ابطال افريقيا يعني لكره الطايره للمره ال 15، وده رقم مش سهل ابدا، رقم مشرف لابناء النادي الاهلي. هنتكلم عن مشوارهم في هذه البطوله، وكمان هنتكلم عن تحدياتهم في المرحله القادمه مع كابتن نادر نبيل نجم النادي الاهلي السابق في كره الطايره. صباح الفل عليك يا كابتن، اهلا بيك. صباح الفل عليك. بونجور كابتن نادر، ودي تاني مره تكون معانا، كنت معانا في الاستوديو القديم طبعا احنا فاكرين كويس جدا، وكنا بنتكلم عن ملف الكره الطايره وقلنا ماذا قادم والاهلي اخباره ايه والمستوى، قارنا بالمستوى في السابق والقادم، وحضرتك كان عندك امل كبير ان اللي قادم مع الاهلي هيكون كويس جدا، وقد كان يعني. بطوله افريقيا كمان دي حاجه تقيله جدا وكانت منافسات قويه جدا. قبل كل ده ممكن الاول نعمل بروفايل سريع لكابتن نادر. والله انا الحمد لله كنت اتشرفت طبعا، انا لعبت في النادي الاهلي مراحل الناشئين كلها بالكامل تقريبا من سنه 88، وشرفت ان انا لعبت في الدرجه الاولى بس مش كتير يعني، بس الحمد لله ده شرف لاي لاعب كره طايره ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. والحمد لله كنت لاعب في منتخب مصر للناشئين والشباب، والحمد لله انا في الوقت الحالي مدرب لفريق 17 سنه في النادي الاهلي. جميل، حلو. حاسس بفروقات بين الجيل اللي حضرتك بتنتمي ليه والجيل الحالي؟ يعني وانت قاعد بتتفرج كام يوم اللي فاتوا او الكام اسبوع اللي فاتوا على الفريق الحالي الموجود والاداء المشرف اللي حاصل، يعني هل ده بيفكرك بذكرياتك انت الشخصيه مع النادي الاهلي والبطولات السابقه اللي انت شاركت فيها؟ اكيد اكيد اكيد، بس هو في عامل ثابت واحد ما بيتغيرش اللي هو روح التيشيرت بتاعت النادي الاهلي، الحماس والجديه اللي بيلعب بيها الفريق دي ما اتغيرتش من زمن الزمن زي ما بيقولوا يعني، وده دايما اللي بيخلي النادي الاهلي دايما بيحافظ على البطولات بتاعته على مر السنين. ده بالارقام يعني حضرتك بتقول 15 بطوله افريقيه رقم بالزبط. كبير جدا طبعا. جدا جدا طبعا. ولو بصينا برضو للارقام الدوري والكاس والبطولات القاريه لا ارقام تخوف زي ما بيقولوا يعني. اكيد اكيد. طيب ممكن كده ابدا معاك ونقيم الفريق حاليا، لان المستوى في السابق كان بشكل ودلوقتي بشكل تاني، خلينا نقول لا دلوقتي في يعني تطور ملحوظ جدا سواء من الناحيه الفنيه او حتى الاداريه، فخلينا نتكلم في ده. هو بصراحه كابتن محمد مصلحي الفتره اللي فاتت عمل مجهود غير طبيعي مع الفريق، ده طبعا باين للنتائج الفتره جداً. اللي فاتت دي كلها كان من فترة قريبة كان واخدين جايزة في جينيس ريكورد أكبر عدد من الفوز على مستوى العالم، دي طبعا حاجة ما تتكررش كتير يعني. كابتن محمد صلحي عامل شغل فني كبير جدا باين على الفرقة، خاصة إن الفرقة دلوقتي غالبا القوام الرئيسي لمنتخب مصر من النادي الأهلي، وده طبعا مش بيجي من فراغ يعني، بيجي من مجهود كبير بيعمله الجهاز الفني والجهاز الإداري طبعا. كابتن محمود الخطيب كان ليه لقاء سابق مع اللعيبة، ومن ضمن الحاجات اللي كان بيدردش فيها معاهم فكره الفتره اللي كان فيها تعالى نسميها تعثر للفريق في البطوله المحليه او المسابقه المحليه، وعبر لهم عن ثقته الشديده في ان هم عندهم القدره على العوده من جديد طبعا. وعلى تسيد مش بس البطوله المحليه ولكن افريقيا كمان طبعا. وقد طبعا. كان طبعا. فالنوع ده من الكلام بيبقى ايه شكل انعكاساته على اللعيبه؟ واكيد كان بيحصل برضو معاك انت شخصيا في فترات سابقه النوع ده من اللقاءات بتبقى واقعها على نفس اللعيبه عامل ازاي؟ ده يبقى فن الاداره يعني، ما شاء الله كابتن محمود الخطيب ادى باور للفريق غير طبيعي، خاصه بعد خساره الدوري والكاس، ودي طبعا حاجه يعني ما حصلتش من التسعينات، حضرتك تعرف الموضوع ده، الاهلي ما خسرش ده من التسعينات، فده وارد، ما فيش فرقه يعني بتفضل طول عمرها بتكسب. اكيد ده شيء طبيعي يعني في اي رياضه. فالجلسه اللي قعدها كابتن محمود الخطيب مع الفريق كان ليها تاثير السحر على الفريق بصراحه يعني، لانهم كان عندهم نوع من الاحباط شويه، من النفسيه ما كانتش كويسه. اكيد. بس الجلسه دي رفعت من روحهم المعنويه بشكل غير طبيعي، وده خلاهم في البطوله الافريقيه بيلعبوا بمنتهى يعني الحماس الغير طبيعي يعني. انا كنت اتفرجت على الماتش النهائي،
لغايه اخر نقطه في المباراه. صحيح. منتهى اللياقه، منتهى الحماس، منتهى الجديه، كانهم لسه هيبتدوا المباراه. يعني كنت اتفرج على الترجي التونسي الشوط الثالث والشوط الرابع، انا كنت حاسس ان بدنيا بداوا يقلوا كتير. كويس. بتفرج على فريق الاهلي ما شاء الله، حماس، رجوله، قوه، رغم ان البطوله في تونس وعلى ارض تونس والمدينه اللي بتلعب فيها البطوله كمان قليبيا، دي مدينه معروفه انها بتحب الفولي بول جدا جدا. يعني تتمشى في المدينه تلاقي المحلات والناس بيعلقوا صور لعيبه الفولي وبتاع، التشجيع طبعا منقطع بسيط. فهي مدينه يعني بتحب الفولي بول، فانك تعمل البطوله دي والماتش ده في عقر دارهم، فدي حاجه جميله جدا جدا تحصل طبعا لمجلس الاداره والجهاز الفني. طب بتشوف برضو ازاي ممكن الفتره اللي جايه، مش هقول ان احنا نحسن من ادائنا ابدا، احنا ادائنا لحد دلوقتي مرضي ومرضي جدا، بس ازاي ممكن نروح لليفل تاني زي ما بيقول لك ليفل اب؟ يعني ازاي ممكن اروح واصعد بادائي وبمستوى وبالرانكينجز بتاعتي كفريق؟ اكيد طبعا انت بيكون عندك لعيبه بمستوى معين بتحاول ان تطوري، تطوير المهاري والتطوير الفني للعيبه، التطوير البدني كمان للعيبه ده مهم جدا، خاصه الفرق الدرجه الاولى بتبقى محتاجه اكتر البدني اكتر من الفني. كويس. فده اكيد طبعا كابتن محمد صالح بيشتغل عليه، وطبعا بيبقى عينه طبعا على اللعيبه الناشئين اللي طالعه، فده دايما بهدف المدير الفني. عندنا محترفين قد ايه؟ احنا عندنا جارث المحترف الامريكي، محترف كويس جدا جدا، بس ممكن الفتره اللي فاتت دي ما حلفوش الحظ شويه عشان جات له اصابه كده يعني في وقت حساس شويه، بس الرجاله موجودين بصراحه قاموا يعني بالواجب وزياده زي ما بيقولوا. والناشئين يعني عندنا برضو في يعني زي ما بتقال مصنع زي كره القدم برضو في كل الرياضات. احنا عندنا في قطاع الناشئين طبعا الدكتور وجيه حمدي، الاستاذ الدكتور وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين والناشئات، والكابتن احمد زكريا رئيس قطاع الناشئين، عاملين بصراحه شغل جبار جدا جدا. يعني الماتش النهائي لبطوله افريقيا كان الحصان الاسود زي ما بيقولوا لعيب اسمه عبد الرحمن الحسيني، ده لعيب لسه اول سنه للدرجه الاولى، اول سنه يلعب في الدرجه الاولى، وما شاء الله كان في المباراه كان نجم المباراه، يعني من وجهه نظري الشخصيه نجم المباراه. لسه خبراته قليله طبعا مش زي احمد صلاح وعبد الله عبد السلام واحمد سعيد، لسه خبراته قليله ومع ذلك لعب ماتش في منتهى الجمال، فده طبعا يرجع لقطاع الناشئين اللي بيطلع دايما لعيبه موهوبين. طيب كنا بنتكلم من شويه وحضرتك في وسط اجابتك على سؤال نهاوند السابق جت سيره روح تيشيرت الاهلي او روح الفانيلا الحمراء. انا عايز اقف عند الفانيلا الحمراء ذات نفسها، لان هي فعلا بتحمل طبعا الى جانب الفخر لكل من يرتديها وشرف عظيم اكيد ان هو شايل او لابس تيشيرت بتمثل امجاد تاريخ طويل جدا من الانتصارات. لكن في لحظات الاحباط زي اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، أكيد وقع التعثر وعدم الحصول على بطولة، أكيد وقعه على النفس بيبقى مش لطيف لأي لعيب بينتمي لأي فريق، لكن أكيد. أنا عايز أروح بقى للعيبة النادي الأهلي، أكيد في تعثرهم بيبقى برضو وضعهم مختلف عن أي لعيب تاني في أي فريق تاني متعب. أكيد أكيد. بتبقى المشاعر عاملة إزاي وقتها؟ أكيد المشاعر طبعًا بتختلف كتير، لأن اللعيب اللي في النادي الأهلي بيبقى عارف إن هو بيلعب في نادي ليه منظومة كبيرة، إدارة محترمة بتوفر له كل الإمكانيات. يعني كلعيبة في النادي الأهلي بتوفر لهم كل حاجة. فهو دايما بيبقى جاي شايف اللعيبه القدامى بيتعاملوا ازاي جوه النادي الاهلي، شايف المنظومه بالكامل شكلها عامل ازاي في النادي الاهلي. ده بيحمله مسؤوليه، المسؤوليه دي بقى تسعد اكتر ولا تخوف اكتر؟ هي الاثنين يعني، هي يعني بالظبط كده، هي سلاح ذو حدين. انت بتلعب عايز تكسب ولازم تكسب كل بطوله، وده حمل كبير جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي بعكس اي لعيب في اي نادي ثاني. يعني في اي نادي تاني لو خسرت بطوله او ماتش يعني الامور بتمشي، لكن في النادي الاهلي كل مباراه العين عليك، لازم تكسب ولازم الاداء يكون كويس ولازم دايما بترضي جماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي انت عارف يعني دايما ما بيشبعش بالبطولات. يعني هو جماهير طبعا النادي الاهلي ده بتخلص بطوله يقول لك البطوله الثانيه امتى؟ بالظبط يعني زي السنه اللي فاتت ال10 قال لك ال11، طب احنا لسه ال10 ما خلصتش. طب كابتن نادر لو هنروح للفولي بول في مصر يعني كمنتخب بقى، بتشوف احنا واصلين لفين؟ يعني احنا الرانك بتاعنا فين؟ وازاي ممكن نطور من ده؟ خصوصا معظم المنتخب من لعيبه الاهلي زي ما احنا عارفين. بالظبط. هو طبعا الفولي بول عشان تطوريه بشكل يعني يعني دولي وناخد بطولات دوليه لازم نهتم بالناشئين، قطاع الناشئين ده مهم جدا جدا. والاهتمام بقطاع الناشئين لازم اهتمام بالمدربين اللي هتطلع ناشئين كويسين. طب. فدي كلها بتبقى زي خطه كامله. لازم يقوم بها الاتحاد ان هو مش بس يعني يدور على اللعيبه الكويسين وياخدهم المنتخبات، لا لازم كمان يدور
ان هو ازاي يقدر يعمل مدربين كويسين. لان المدرب كويس، الخطه اللي انت بتتكلم عليها دي اتحادات تانية في يعني في الرياضات تانية عملتها ونتج عندها شغل عالي جدا، ومصر ابتدت يبقى اسمها بيتردد دوليا في الرياضات دي بالزبط. زي السكواش، زي كره اليد كمان مؤخرا بالزبط. ايه اللي مؤخر البولي بول عن اللحاق بركب السكواش وكره اليد؟ والله يعني ده موضوع، يعني الاتحاد الفتره اللي فاتت كان فيه لجنه مؤقته وقبلها لجنه مؤقته، فدي برضو بتعطل القرارات اللي هي المفروض بتطلعك لقدام شويه. فطبعا اللجان المؤقته قراراتها تختلف تماما عن الاتحادات اللي هي طبعا موجوده 4 سنين وبتستمر وقراراتها بتمشي زي الفتره اللي فاتت. في اللائحه اللي نزلت بتاعه الاتحاد للسنه الجديده فيها حاجات كويسه جدا، يعني فيها تطوير كويس جدا للكره بتعرف الفتره اللي جايه دي، نتمنى ان شاء الله يكون لها تاثير على المنتخبات باذن الله. طب هل احنا بينقصنا كمنتخب مثلا عناصر محترفه، ولا الموضوع ملوش علاقه؟ انا ممكن اعتمد زي ما حضرتك قلت على الناشئين. هل بينقصني بمنتهى الصراحه مثلا دعم مادي اكتر من كده، معسكرات وغيره، يعني عشان الصوره تبقى واضحه برضو. ايه اكتر دوله اصلا ناجحه او نمبر 1 او التوب في الفولي بول؟ في الفولي بول طبعا في البرازيل نمره 1، فرنسا، روسيا، ايطاليا. أوكي. طبعا مهم جدا زي ما حضرتك بتقولي ان يكون في لعيبه مصريين تحترف بره تاخد خبرات اكيد ده مهم جدا جدا جدا. يعني لما يكون عندنا مثلا 2 3 4، كان عندنا الفتره اللي فاتت احمد صلاح وعبد الله عبد السلام كانوا محترفين في الدوري الايطالي، الدوري الايطالي والدوري التركي، وكانوا ماشيين كويس جدا جدا، وكان ده بينعكس على نتائج المنتخبات بتاعتنا في البطولات الافريقيه. اوكي، ما ده مهم. عندنا مقومات كتير قوي تخلي يعني الرياضه دي بالذات تبقى فعلا في وضع احسن بكتير قوي مما هي عليه. لو هنتكلم حتى بتنويعاتها زي كره الطايره الشاطئيه، ويعني البطولات المختلفه، احنا عندنا يعني اللوكيشنات الكتيره اللي تسمح بده، وعندنا على صعيد الصالات طبعا عندنا حاجات كتيره قوي تسمح بكده، وعندنا خط انتاج او تصنيع نجوم مستقبليين برضو متاخرين. يعني لو خدنا في الاعتبار ان احنا عندنا كل المقومات اللي انا بقولها لك دي، فاحنا برضو متاخرين. اعتقد الدعم المادي ممكن يكون جزء اساسي طبعا. الرياضه يعني الرياضه نمره 1 عشان ترتقي بالرياضه لازم يكون في تصريفي عليها. يعني لازم تجيبي مدربين كويسين خبراء يدربوا المدربين، لان انت ممكن تعملي لعيب كويس بس المدرب هيعمل 10 لعيبه كويسين طبعا، فدي هتفرق كتير جدا جدا ان احنا نطور المدربين، نعمل قاعده للمدربين كويسه جدا، هتعمل طفره كبيره جدا. ان هو البادجت قد ايه بتاعها بتاع الفولي بول في مصر؟ هيك عندك فكره اصلا المخصص ليها قد ايه؟ وهل احنا في شورتج ولا لا؟ لا لا، هي بتختلف كمان، كل اتحاد بيختلف، متهيألي الموضوع ده بيختلف، الميزانيه بتاعته بتختلف حسب ايه؟ حسب البطولات اللي بيحصل عليها أكيد. او الرياضه دي بتحصل يعني عليها؟ المفروض يعني في ما عندهم بطوله افريقيه، بطوله عالم، اولمبياد، طبعا بكل بطوله بيبقى ليها المصاريف الخاصه بيها عشان يقدروا يتحركوا من بطوله لبطوله. هي بتدخل الاولمبياد ها؟ بنلعب اولمبياد بس احنا ما اشتركناش قبل كده. لا اللي فاتت ما اشتركناش فيها للاسف يعني، بس ان شاء الله باذن الله نتمنى يعني ان شاء الله الاولمبياد اللي جايه نشارك فيها باذن الله. يا مسهل باذن الله. تعالى نعمل معاك فلاش باك ونرجع بيك تاني للفتره اللي انت كنت طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي في الكره الطايره فيها. اكيد على المشوار الطويل اللي اللعيب منكم بيمشي فيه بيبقى فيه بطولات معينه بالنسبه له بتحمل ذكريات غير قابله للنسيان، ساعات بطولات كامله وساعات مباريات بعينها، فانت ايه اللي استحاله تنساه من مشوارك انت الشخصي؟ في حاجات كتيره بصراحه. يعني في ماتش نهائي افريقيا كان في نفس الصاله اللي لعب فيها النادي الاهلي البطوله اللي فاتت، صاله قليبيا دي، كان الجماهير بشكل غير طبيعي بره المدر بره الصاله المغطاه وجوه الصاله المغطاه، وتشجيع لا ينقطع، كان حاجه فظيعه جدا. دي من المباريات اللي عمري ما هنساها في حياتي يعني. اوكي، وبقيه البطولات، هل في مثلا كان في مره من المرات بطوله في دوله ما مثلا الاكل فيها يعني عجيب حبه؟ يعني اكيد بيبقى في ملابسات، فريق الاول لكره القدم اتعرض للنوع ده من الامور، وبالتالي بيحمل الكم ده من الذكريات كتير في دول افريقيه مثلا، بطولات اسيويه. الافريقيه بالذات بيبقى في اكلات غريبه جدا، فعاده ان احنا بناخد معانا اكل معانا واحنا مسافرين، يعني بناخد اكل معلب كتير جدا جدا معانا، بس ما بيبقاش في شيف طالع مع البعثه. في اوقات كتيره جدا لما يكون الفيرست تيم طالع لازم يكون في شيف طالع، عشان في بلاد معينه كده الاكل فيها
مش ما يناسبناش خالص. فاحنا مش عايزين بقى يعني يحصل مشاكل وبتاع. مش وقته بالظبط. لا فعلا في دول افريقيه انا سافرت مره برضو مع الخارجيه كان حاجه رسميه يعني والاكل كان غريب جدا فاكره. وبرضو الدول صعب فعلا ناكلها اسيا يعني. الصين والدول دي برضو بيبقى اكلها بيبقى صعب ده على المستوى اللي هو احنا يعني الناس العاديه ما كمان طبعا الرياضيين ده موضوع ثاني خالص. ففي اوقات كتيره جدا قبل السفر بيبقى مجهزين مع الناس الموجودين في الدوله اللي احنا هنسافر لها الاكل اخباره ايه، طب من فضلكم جهزوا لنا الاكل يكون كذا، يعني نوعيات الاكل يكون كذا عشان ما بعد السفر ما يحصلش لخبطه. بس انا لاحظت حاجه يعني لو بصينا على الفريق هتلاقي الاوزان مختلفه يعني الرياضات عاده بتلاقي مثلا كره القدم تلاقي الوزن كله شبه بعض او قريب متقارب. من بعض برغم او متقارب رغم الطول او القصر، لكن في الفولي في الباسكت بلاقي احجام مختلفه جدا يعني طويل جدا عندنا عمر مش عارفه اسمه عمر ايه هقول لك عمر جوهر عندنا طويل جدا في يعني في فهمني في لا عندنا اوزان مختلفه واحجام مختلفه هل ده طبيعي ده صحي؟ لا هو يعني في الفولي بول مراكز ما تتطلبش طول زي مثلا الليبرو مش غير ما مش 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 زي لازم يكون طويل. في الباسكت بول كده بيبقى غالبه بيبقى اقصر في كده في الفولي بول لا في الفولي بول دلوقتي لازم كله يكون طويل لان دلوقتي المودرن فولي بول الجديد بقى مختلف شويه عن زمان. هو انتوا بتعملوا روتيشن جوه نص الملعب بتاعك؟ كله بيعمل روتيشن باستثناء الليبرو. الليبرو هو المفروض اللعيب الثابت مكانه اللي بيدافع بيقوم بمهاره الاستقبال والديفنس بس ما بيتقدمش للشبكه فمش محتاج ان هو يكون طويل بالعكس كل ما يكون قصير ويكون قريب من الارض كل ما يكون احسن. اطول فريق لعبته ضده في وقت من الاوقات قبل كده اللي انتوا وانتوا بسم الله ما شاء الله كلكم طوال يعني كنتوا بتبصوا لهم كده. في الفرق الافريقيه الكاميرون ونيجيريا ما شاء الله عندهم اطوال غير طبيعيه وجنبات خياليه. يعني مش محتاجين ينطوا اساسا. بيطير جدا جدا هو بس يعني هم يعني ناقصهم امكانيات بسيطه جدا ويطيروا لا ويكونوا لعيبه عالميين يعني. ده حقيقي والله. هو الطول الافريج تقريبا قد ايه في الفولي بول؟ يعني ابتداء من 195 2 متر. لا ايه ده؟ ده رجال بقى. رجال. ده بدايه كلام. طب سيدات؟ السيدات مثلا من اول 175 185 195 كويس. والله ده عندنا بنات كتير 195 ده انا كده قصيره انا 170 لا ممكن يعني امشي برضه في امل. بالمناسبه ايه اللي تنصح بيه الاهالي اللي عندهم اولاد او بنات حابين من مجرد المتابعه كده والفرجه حابين الرياضه دي تشجعهم وتقول لهم ايه عشان يخلوا اولادهم يمارسوا الفولي بول الرياضه دي بالتحديد بما لها من انعكاسات طيبه بقى نفسيه وصحيه عليهم تقول لهم؟ والله الفولي بول لعبه جميله جدا جدا. اولا ما فيهاش احتكاك يعني اللعيبه تحتك ببعضيها لعبه مسالمه شويه يعني ما فيهاش عنف قوي في نفس الوقت التيم ورك فيها بتحقق جامد ده في الفولي بول السيدات على مستوى الدولي بتحقق حاجات كبيره جدا جدا يعني في امريكا واوروبا دوري السيدات محقق مشاهدات عقبال عندنا كده يا مسهل يا رب. فهي رياضه جميله جدا الفولي بول فيها بسرعه وقوه ورشاقه مرونه فيها عوامل عناصر اللياقه البدنيه بالكامل تقريبا. فهي رياضه جدا رياضه كويسه جدا تناسب الاولاد وتناسب البنات. وملهاش متطلبات مبدئيه بتكون موجوده في الطفل عشان يبقى واعد في الرياضه دي؟ لا في الطفل يعني الاطفال لغايه مثلا سن 10 سنين ما تطلبش حاجه يعني يكون عنده مثلا نسبه كده من التوافق بس يعني مش اكتر يعني. لكن كل طبعا السلم ما بيكبر كل ما بنحتاج ان هو يكون عامل الطول التوافق العضلي العصبي كل الكلام ده لازم طبعا يتنمى كل ما بيكبر. بص كابتن نادر هو الوقت خلاص فاضل دقيقه بس قبل ما نختم اكيد لازم برضو نعرف الساده المشاهدين عن استعدادات بقى الفريق عندنا للبطولات القادمه بس سريعا لو تسمح. سريعا الحمد لله ان الاهلي خلاص اخذ بطوله افريقيا وان شاء الله هم تقريبا هيرجعوا النهارده هيبتدوا يستعدوا للكاس السوبر مع النادي الزمالك ونادي الاتحاد وان شاء الله باذن الله نتوقع ان شاء الله الكاس السوبر المصري يكون في النادي الاهلي باذن الله وربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله وان شاء الله مزيد من النجاح يعني الفرقه تستاهل طبعا كل الخير وكل النجاح ان شاء الله وتحياتي للكابتن محمد مصلحي وجهازه الفني بالكامل وان شاء الله تمنياتي لهم بكل نجاح.
شكرا ليك يا كابتن نادر، جدا نورتنا كالعاده. ربنا يخليك. شكرا. ما تغيبش علينا بقى، ما تقعدش سنه كامله عشان نغير الاستوديو بقى. تنورنا ان شاء الله في اقرب فرصه. بشكرك على وجودك معانا. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في 10 الصبح في الاهلي. خليكم معانا.